بمباراة أخرى نصر حسين داي استقبل اتحاد البوليدة نصر حسين داي يخفق في أول خرجة بملعب زيوي وأمام أنصاره، وكان ذلك أمام اتحاد البوليدة الذي أحسن التفاوض وكسب نقطة ثمينة جدا في لقاء حضره عن التلفزيون الزميل شايب عبد الحبيب. أهم ما ميز لقاء اتحاد البوليدة باللباس الأخضر ونصر حسين داي في ملعب زيوي الملعب الصغير هي الاندفاع البدني خلال كل المباراة وما عدا بعض المحاولات في الهجوم من خلال فتحة لوكلي ورأسية بن دبكة، وكذلك الخطأ الفادح الذي ارتكبه بن زايد رقم 2 في نصر حسين داي وانطلاقة باداش الذي يضيع فرصة التهديف لصالح اتحاد بوليدة في الشوط الأول. الدقيقة 37 طرد اللاعب الدرالي بعد الاعتداء على عبد السلام لاعب نصر حسين داي، وذلك من طرف الحكم السيد بن شنعة، ومحاولة أخرى ليصف هذه المرة والكرة فوق العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل الأبيض 0-0. الشوط الثاني لم نسجل فيه إلا هذه المحاولة من عمروش انطلاقا من وسط الميدان و كرة لخنيفسي أو باداش يضيع أمام دفاع نصر حسين داي بقيادة زرابي نشاد وكبري، ومحاولة الأخيرة لصالح رحيم محمد وتدخل دفاع اتحاد البوليدة لينتهي اللقاء بالتعادل 0-0 وفي روح رياضية عالية بين الفريقين. بدون أهداف إذن انتهت هذه المباراة بين نصر حسين داي واتحاد البوليدة.